بس كمل يطيرونا بالاغاني بالاهاديف. هذا دورينا يا خالد، هذا دورينا يعود من جديد الى لغه الاشاره والمدينه. شاهدنا مباريات وصل حسين على تنفيذ الكره، محاوله تسديد داخل منطقه الجزاء مجددا، كره لصالح فريق الشرطه، تسديد هنا الشرطه مثلما فعلها في الشوط الاول. نشاهد أخذ الهدف الثاني، كنترول تسديد بالقدم اليسرى من حمود الحمود في وسط الملعب، كرة من سعيد المرة، نشاهد أمامه تقدم لكامل كوي، كامل لاعب الشاب أمامه شعيب العلي والمراقبة جميلة كانت عن طريق الصغير صغير الشرطاوي كامل كوايه. هذا نتذكر هذا اللاعب اسمه منتخبنا الوطني بالمونديال العالمي، كان بكأس العالم بتشيلي على مستوى الناشئين. هنا الصغير يسدد، ولكن هل ستنتهي للمرة الثانية؟ ولا نتحدث عن 94. هنا كرة، هنا محاولة، ماذا يفعل كامل كوايه؟ هذا الشاب الصغير يراوغ في الأول والثاني ويمضي معه. شوف المراوغة، الأول والثاني أمام من؟ أمام شعيب العلي، أمام من؟ أمام خالد الضيف، أمام علي ديابيا. لقطة انتصارات أو لقطة الفوز لأحد الطرفين هي الحاضرة. شوف هنا حتى المغرم، المخرج مغرم بهذه اللقطة للأول والثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، أطرفنا لو محمد عبدو. محمد كرة على الأرض أيضا لمحمد الكويت، كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة كانت لكن يقطع الكرة خالد إبراهيم،
بشكل جيد. إنجاز سوري وليس الاتحاد فقط، هو إنجاز سوري بامتياز عندما أحرز كأس الاتحاد الآسيوي 2010. حمود حمود يعني صورة لتأخذ منطقة جزاء، تعود من جديد محمد كوايه إلى ياسر إبراهيم، لكن أيضا حازم حميد هناك على حمود، لكن أيضا تعود الكرة من جديد محمد كوايه. كنترول رائع لمحمد كوايه. حمود حمود كرة مرفوعة لتأخذ منطقة الجزاء، وأيضا إلى حازم، حازم يرفع الكرة لتأخذ منطقة الجزاء، لكن أيضا كرة مقطوعة كانت من دفاع فريق الشرطة محمد كوايه ورسوله الجري. في النهاية لمصلحة محمد أحمد أسعد يفتح اللعب إلى محمد كوايه. محمد كوايه والتسديد بعيد، يا سلام يا سلام على الفريق، يا سلام على الرجال، وهنا الرجال موجودين أيضا في هذا الاتحاد وفي كل الأندية السورية الحمد لله. كرة لمحمد كوايه داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية خامسة كان على الكرة طارق هنداوي وليس حازم. تعود من جديد محمد كوايه اللاعب الرائع، كنترول كنترول رائع لمحمد كوايه، لكن في النهاية يحصل فريق الاتحاد حازم حميد على ألقى بدني يبدو كان ضعيف في الدقائق الأخيرة. محمد كوايه على الكرة، كرة الفرصة مواتية لمصطفى شيخ يوسف ناحية اليسار، مصطفى شيخ يوسف، مصطفى شيخ يوسف داخل المنطقة، عم نشوف الكرة في مصلحة محمد كوايه. محمد كوايه ناحية اليمين، فرصة وصل لفريق الشرطة، محمد كوايه داخل منطقة الجزاء، وهنا تسديد، لكن أيضا تعود الكرة من جديد، محاولة تعود الكرة من جديد إلى محمد كامل كوايه. وصل لمصلحة فريق الشرطة على كل الحركة البطيئة، هناك كان اصطدام، محمود هدفين ومثل عنوان هدفين. على كل الأحوال يعني كل الأسماء المذكورة في هؤلاء اللاعبين هم من يسجلون في الفريقين. محمد كامل كوايه تسديد من بعيد، لكن بين أحضان الحارس بالعيادة يشاهد هذه المباراة ويتابعها ويشجع فريقه. يعود الكرة من جديد لمصلحة محمد كامل كوايه، تسديد بعيد